حال ايضا اسمع من جنابك اجابه استاذ ماجد الصوري حول مستقبل العراق في ظل الاصرار على سياسه القروض، وين ماشيين احنا وين رايح؟ هي بعض الارقام اللي موجوده بالنسبه للقروض، يعني لحد الان رصيد القروض لغايه 31/8/2020 هو 52 تريليون و263، هذه ارقام رسميه داخليه لو خارجيه القروض؟ داخليه 52 تريليون داخليه الخارجية الحديثة والمتفق عليها، يعني من عام 2003 فما يعني لحد الآن هو بحدود 13 مليار وكسور 13 و300، يضاف إلى 5 مليار إذا تم أخذها فبحدود 18 مليار، هذه اللي موجودة إضافة إلى القروض القديمة وإضافة إلى الالتزامات القديمة. يعني إحنا عمليا إذا كانت القروض الداخلية 52 تريليون، يعني معناها الاقتراض الداخلي صارت مسألة حيل معقدة، وهي الإمكانيات اللي موجودة. نعم هناك إمكانيات للاقتراض الداخلي عن طريق إسناد سندات إلى الجمهور وضمان تسديدها من قبل المصارف عند الحاجة، لكن هل توجد هناك ثقة بالحكومة العراقية وبالنظام المالي العراقي أنه اطلع هذه ال 52 تريليون دينار المكتنزه اطلعها الى 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 السوق وانطيها الحكومه مره اخرى؟ يعني هذه الامور اللي مطروحه، يعني الارقام موجوده، لكن المشكله الاساسيه ناكد عليها كما اكد الاستاذ علي وكما اكد الاغلبيه الساخنه من الاقتصاديين وحتى السياسيين يعترفون الان، هو سوء الاداره الماليه. الاعتماد على القروض مسألة صعبة جدا، القروض الداخلية الآن المورد مالتها هو فقط عن طريق الاكتناز، البقية لا، لكن واضح أستاذ ماجد، واضح أنها صارت منهجية، بمعنى هي تحولت من سبيل لإيجاد حل لمشكلة اقتصادية فتحولت إلى منهجية قانونية، دل نروح إلى قانون الاقتراض، فلما نروح إلى قانون الاقتراض معناه إحنا دل ندخل بعد في عمق الموضوع ودنقننا ودنشرعنا بطريقة أو بأخرى، نزيد الأزمة أي أكثر. ولذلك هذه هي عندما نتكلم عن السياسة المالية وعندما نتكلم عن الإدارة المالية، هي هاي مشاكلها، سوء الإدارة المالية وصلتنا إلى هذه النتائج، أنه ما عندنا مجال غير الاقتراض، واقترضت والأجيال السابقة كلها راح تتحطم، الاقتصاد العراقي كله راح يتحطم. انت تدري خدمة الدين بما فيها الالتزامات مع الكويت بحدود 15 تريليون دينار، يعني هذا رقم كبير جدا، يعني 15 تريليون بدل ما استفيد من عداني دا اخدم الدول الاخرى طبعا بما فيها القروض الداخلية، هذه 15 تريليون على اي اساس؟ انت تدري انه بحدود ال 130 مليار هسه اذا ضفنا هذه ال 5 مليار الجديده اللي اقرها مجلس النواب، اذا ضفناها يعني بحدود 130 مليار دولار هي القروض اللي موجوده في الوقت الحاضر على العراق داخليا وخارجيا، المجموع داخليا وخارجيا المتفق عليه وغير المتفق عليه، يعني حتى الديون البغيضه اللي هي حدود 41 مليار دولار، هذه اذا خليناها، اذا ضفناها طبعا راح تصير اقل.